كان من المتوقع على الكويت أن تقوم بدور أفضل وأكبر وأكثر في هذا الاتجاه، وما يقال أن لإيران نفوذ، أنا أعتقد أن امتداد الفكر الإسلامي والفكر وأدبيات الثورة الإسلامية في المجتمع العربي والإسلامي طبيعي جدا، باعتبار أن هذه الأدبيات يتناغم مع الشارع العربي والإسلامي، إن كان موقف إيران تجاه القضية الفلسطينية، اتجاه الكيان الصهيوني، وكذلك القضايا الحقة للأمة العربية طيب، والإسلامية. لأتوقف عند هذه النقطة وأطرحها على السيد محمد الرميحي، وفي هذا السياق برأيك هل ستلعب الكويت دورا يعني في دفع مسيرة التعاون والتقارب بين مجلس تعاون دول الخليج الفارسي وإيران تحديدا؟ سيدتي، من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الكويت دائما لها موقف توافقي في المنطقة ككل، وبالتالي فإن مسعاها في السابق وفي اللاحق هو محاولة لإيجاد هوامش مشتركة ما بين الجمهورية الإيرانية والإسلامية الإيرانية وبين دول الخليج. وهذه الزيارة، زيارة سمو الرئيس الوزراء الكويتي، هي إكمال في حقيقة الأمر لمجموعة من الفعاليات التي كانت قد أثرت في العلاقات بين دول الخليج وبين إيران. أنا أذكر مثلا في مرحلة من المراحل عندما تدهورت أسعار النفط، كان هناك تعاون فعال بين الكويت وبين إيران وبالتنسيق مع الدول المنتجة للنفط لدفع الأسعار إلى أماكن أفضل. إحنا الآن في منعطف خطير كما تعرفي، هناك محاولات لدق أسفين في هذه المنطقة، وأي مخاطرة في هذه المنطقة سوف تأتي علينا بالوبال. لهذا السبب فإن إيجاد تفاهم وعلاقات أخوية. ولكن برأيك سيد محمد الرميحي، ما هي أبرز النقاط العالقة التي سيحملها في جعبته اليوم رئيس الوزراء الكويتي إلى طهران؟ أنا أعتقد هذه الزيارة ليست بالضرورة هي للحديث عن الملفات والخلافية، هذه الزيارة هي محاولة لاستطلاع وجهات النظر الإيرانية في مجموعة من الملفات الإقليمية، ومحاولة رأس الصدع، خاصة أن الكويت بعد أسابيع قليلة سوف تحتضن اللقاء المهم لدول مجلس التعاون الخليج الفارسي، وبالتالي يعني الاطلاع على رؤية الجمهورية الإيرانية ومسؤوليها في مجموعة من القضايا مهم جدا من أجل نقلها بشكل إيجابي إلى الإخوان في الخليج، ومحاولة إيجاد جسور من التفاهم. نحن نعرف في الكويت سيدتي الكريمة بأن أفضل طريق لتجاوز العقبات هو التفاهم. أنا بدأت بالحديث عن الحكمة، إنما خلاف ذلك سوف نخسر جميعا، يعني نخسر في هذه المنطقة. سأكتفي بهذا القدر، شكرا للسيد محمد الرميحي على هذه المشاركة. بالعودة إليك دكتور عايد المناع في الكويت، من المعروف أن الكويت كان لها موقفها الواضح من الحرب الدائرة في صعدة، وإيران أيضا كان لها موقفها الواضح في الدعوة إلى حوار داخلي. برأيك هل ستكون هذه النقطة مدار البحث في أجواء المحادثات اليوم، وماذا يمكن الكويت أن تفعله في هذا الإطار؟ يعني أنا أعتقد أن الكويت موقفها واضح في هذا الجانب. الكويت ضد أي تمرد عسكري وأي محاولة أيضا قمعية من قبل الجهات الرسمية، يعني الوسائل السلمية، الوسائل الدستورية هي الحقيقة المفضلة لدى الكويت دائما وأبدا. وما يجري في اليمن بكل أسف هو شأن داخلي يمني، يعني مفترض أن لا أحد يتدخل فيه، لكن هذا التدخل قد يكون على شكل دعم. والسؤال الذي دائما نطرحه على أنفسنا، من أي من هذه القوة الهائلة التي يستطيعون فيها الصمود أمام الجيش اليمني لمدة 6 حروب، ويتمددوا إلى جبل الدخان وجبل الداود في المملكة العربية السعودية؟ هذه طبعا أسئلة مشروعة، لأنه هذه معناها أنه هؤلاء يتلقوا دعم من أطراف معينة وليست فقط من السوق المحلي والسلاح المحلي، الذي بالتأكيد لا يمكن أن يكون سلاحا قويا. لذلك يعني التصريحات الإيرانية، وحقيقة خاصة تصريح وزير الخارجية السيد متكي، أثارت بعض اللغط في المنطقة، وهي الحقيقة
يعني تحتاج إلى فلترة وتجنب المنطقة مزيد من النزاعات، لأنه لا نريد أيضا لإيران أن تكون طرفا في النزاع. السعودية لم تدخل إلى الحرب، السعودية أجبرت على أن تدافع عن نفسها من خلال تقدم الأخوة الحوثيين إلى المناطق الحدودية السعودية، مما اضطر السعودية إلى أن تجلي سكان 240 قرية وتغلق 50 مدرسة وتتكبد خسائر كبيرة وتعيش لاجئين في مناطقها من مناطقها أيضا. لذلك الحوثيين سيكونون ربما طرفا في الحديث، وكذلك قضايا أخرى. طيب لنسأل ضيفنا السيد أمير الموسوي حول هذا النقطة، وفي هذا السياق هل تتوقع السيد أمير الموسوي أن يحمل الضيف الكويتي ربما مبادرة لتخفيف هذا التوتر القائم اليوم بين الرياض وطهران؟ يعني ربما استطلاع للآراء سيتم خلال هذه اللقاءات التي سيقوم بها سموه في طهران، لكن أتوقع أن يكون الأمر أكثر من هذا. يعني في لقاء قمة ربما سيتم بين الرئيس أحمد نجاد وسمو أمير دولة الكويت إن كان في طهران أو في الكويت. أنا أعتقد أن الجهود تبذل الآن لربما ذهاب الرئيس أحمد نجاد إلى القمة الخليجية إذا ما يعني توائمت الظروف السياسية لمجلس التعاون الخليجي، وربما لعقد قمة إيرانية سعودية بحضور سمو أمير الكويت. فلذا هذه الجهود تبذل الآن ربما في هذا الصدد، لكن هناك الكثير من العوائق، ونأمل أن تتم زيارة الرئيس الوزير متكي إلى الرياض وصنعاء، لأنه الجانب الإيراني له الرغبة في ذلك، لكن إلى الآن لن نحصل على رغبة الدولتين الأخرتين وهي المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية. إيران لديها رؤيتها في هذا المجال. أنا أعتقد أن تصريحات وزير الخارجية كانت تناصحية وليست تدخلا، كانت على يعني إيران ترغب أن يعني تعتقد أن الضيف الكويتي سيساهم في تذويب، إذا صح التعبير، الجليد بين الرياض وطهران؟ نعم، يعني هو سيستطلع أولا الآراء، لأننا نرى أن هناك يعني تداعيات إعلامية. إلى الآن لن يحصل لقاء مباشر ولن يتم تتم زيارات محددة على مستوى طيب في هذا المجال. لذا أنا أعتقد هذه الزيارة ستكون استطلاعية مهمة وعلى أعلى المستويات لتمهد لقاءات مهمة ومؤثرة لاحقا. نعم، إذن هي زيارة استطلاعية للآراء بين الجانبين السعودي والإيراني. دكتور عايد المناع، من المعروف طبعا الشهر المقبل الكويت ستستضيف قمة مجلس تعاون دول الخليج الفارسي، برأيك هل يمكن أن توجه دعوة إلى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لحضور هذه القمة كما تقول بعض المصادر؟ طبعا أعتقد أنه سيتم ذلك. أنا أعتقد أنه يعني الكويت دائما حريصة على أن توجد نوع من العلاقات الحميمة ما بين دول الجوار، وتذكرون أنه عندما وجهت الدعوة لفخامة الرئيس نجاد في قمة الدوحة استقبل بحفاوة الحقيقة، وخاصة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ومن بقية القادة، وكان جو طيب الحقيقة. هو المطلوب أيضا على الجانب الآخر، وأرجو أن يكون واضح، أنه الأخوة في إيران خطابهم السياسي ينبغي أن يكون هادئ ومعتدل، لا نريد تصعيد ومشاحنات، لا نريد لغة خطابية أكبر من اللازم والتهديد. يعني مسألة الغرب في المنطقة، هذه الدول الحقيقة تعتمد في أمنها على التعاون الغربي، وهذا ليس سرا وليس عيبا. طيب، لأنه لنا تجارب مريرة مع دول الجوار، وعلينا أن نكون واقعيين. نعم، وبما أنه علينا أن نكون واقعيين، وبما أنك أثرت مسألة التواجد الغربي في دول المنطقة، سيد أمير الموسوي، طب من المعروف أن الجمهورية الإسلامية في إيران تعارض الحضور الغربي في الخليج الفارسي بعكس الكويت، برأيك كيف يمكن حل هذه الإشكالية القائمة؟ نعم، فقط إشارة بسيطة إلى ما تفضل به الدكتور. يعني هناك تصريحات إيرانية جاءت متأخرة جدا بعد الاتهامات لمدة 3 أشهر من قبل الحكومة اليمنية وكذلك بعض الأطراف في المملكة العربية السعودية للتدخل الإيراني، ولن يسمح لإيران أن تدافع عن نفسها ولن تقدم أي مستندات لإثبات ذلك. حتى الجانب الإيراني أعلن عن تشكيل لجنة إن كانت في صنعاء أو في طهران، وإذا ثبت تدخل أي طرف من إيران في هذا النزاع ستتخذ إيران إجراءاتها، وهذا عهد كان للحكومة اليمنية
دعما للحكومة اليمنية ولفخامة الرئيس علي عبد الله صالح، ولكن للأسف الشديد نرى أن هناك عدم تجاوب مع هذه المقترحات الإيرانية، ونستمع إلى الاتهامات يوميا عبر الوسائل الإعلامية. فلذا أنا أعتقد أن على الأطراف أن يجلسوا ويتحاوروا ويتفاهموا، إذا كانت هناك مشاكل لابد من معالجتها بصورة دبلوماسية. ما يخص